السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كاع لاباس عليكم؟ عيانين؟ كلشي بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. بغيت نشارك معكم الحمص. كنت ندير تنحيد لي انا الجلود، واش تاتوا تحيدوا لي الجلود ولا انا ما تعجبنيش بجلوده؟ رطبته البارح بيت فازق، واليوم غادي نحيد ليه. بديت وانا نقول غنصقر ونوري البنات بلا ما تبقاو ديروا لي في صبعانكم بحال هكا باش تحيدوا لي الجلده. ماشي كاع بنادم تيحيد لي الجلده، ولكن انا تنحيد ذلك. تبقاو تيشد الوقت بزاف. المهم انا راه رطبت واحد، غتكون شي زلافه ونص ولا جيت. وغتجيب واحد متحككه بحال هذه ديال تتحكوا فيها معطيشه، وتبقاو ديروا لي بحال هكا، ماشي تضغطوا عليه بزاف، على شويه باش تحيدوا لي الجلده. دوكزوا عليه بحال هكا والجلده تتحيد. لا بركتو بزاف راه غادي تمعس، عرفتوا؟ لا بركتو بزاف راه غادي تمعسو. قال دوكزتو عليه عمل الفوق تتحيد كاع الجلده. هانتوما الطريقه الساهله اختكم فاتحه تقلب على الساهله. ايوا قلنا نديرو شي تحرحيره، علاش لا، ونشاركو معاكم. هذا بوقت الحمص، كاين اللي راه صوبو دارو في الفريزر وتبقى يتجبدي وديري، وانا ما كنتش درتو حيت ما كنديرش الحريره بزاف. حتى البارح عاد رطبت العدس تاع البنات، لا رطبتو ودرتو في الكونجيراتور الفريزر اش نقولو حنايا، تبقاو عاد جبدوه وتلوحوه ملي التحريره تقرب طيب، ما تيتحكدوش لي الجلود، تيبقى صايم وتجي الحريره زوينه. العدس كاين اللي تيديرو بحال هكا، كنا ترطبو تنديرو في الفريزر. ايوا تجينا اختي ساهله، تنبغي نطيب بالحريره تنجبد وندير صافي، زعما تنبقى واحده معاه. المهم قلت غنشارك معاكم الطريقه اللي ما تكونش تعرف. وكرا تزرعو حتى في العرض، مره تطيح شي وحده، نزرع الحمص حتى في العرض وصافي. هاكم تبقاو غادي بهالطريقه بحال هكا، دوكزو عليه حتى يتحيدو لي الجلود كاملين. هاكم هاكا شحال ديال الجلود دابا تيبانو ليكم، شو الجلود شتو؟ بلا ما تبقاو تمعسو في بيديكم، تيضر تاكا في الصبعان حقا صحيح الحمص. ايوا وحاولوا من حاولوا من العدس وهذا اش نقولوا حنايا الحمص والعدس، راه فهاد رمضان راه بحال الكايا صح دي منو. اما للحريره وبنادم ما تيشربش الماء في النهار كامل، وتبقاو تاكلوا في العدس والحمص تتكاولوا عاد كولي وحضيو اكلوا قيصوا ضربوا قيصوا. شي مره ديروا هذيك سميتها صوبه باساتو دي فيردوره، صوبه ديال الخضره زعما تاني راه مزيانه، ماشي ديما على الحريره. ديروا القرعه وخيزو والبصله داكشي اللي بغيتو، البروكولي وطحنوا وشربوا بحال الحريره باش يعاونكم في رمضان، حيت بنادم ما تيبقاش يشرب الماء بزاف، راه بلا ما نبقاو نقولوا راه عيب لاش تقولي بحال هكا، راه عادي اي واحد في رمضان تيجي داك بلا ما نقول لكم سميتو وخبار في راسكم. المهم ما تكثروش من العدس والحمص، مره كلوا الصوبه تاعي ديال الخضره. او حكمة ما تيشربش الماء، داكشي راه على حساب الماء. ايوا هاد الحمص والعدس في هذا رمضان بنادم قلت لك راه تيولي بحال الكياس. حضيو حضيو راسكم، راه واعر هادشي، راه كاين تيمشي للطبيب الله يستر ملي تيجي داك بلا ما نبقاو مضرقين الشمش بالغربان القبض. نقولها لكم من هنا، انا راه خصكم راه عاد عصر راح ملح في رمضان، راه تيقوى بزاف. كاين الله يستر اللي تيمشي للسبيطار، انا راه واحد المره شدني والله حتى مشيت للسبيطار ما قدرتش نزيد، غادي مسيح يا الله يستر، راه صعيب ماشي زعما بداو تضحكوا عليا ولا، راه ماشي داكشي عيبنا واحد اش تنقولوا حنايا، راه كاع بحال بحالنا حنا، ماشي مخلوقين من الحديد ولا هذا بحال بحال.
المهم لا ما نطول عليكم، انا قلت لكم الطريق وريت لكم الطريقه وقلت لكم الطريقه باش ما تاكلوش العدس والحمص بزاف في هذا رمضان، راه صعيب حيت بنادم ما تيشربش الماء في النهار زعما في العشيه. وبلا ما وريت لكم وجهي راه اختكم حالتها طايح ليا الطونسيو. شوفي ريحت في الكوزينه، نهار ما تنريحش ونشقى تنشقى واقفه، ولكن اليوم ريحت باش نقعد معاكم هذا سميت بابا حمص وصافي. انا دابا غادي غاديه بهذه الطريقه تنكملوا كامل ونحيد لي الجلود، وغادي نخلي لكم في التصويره المصغره تشوفوا كي جا ملي تيتنقى. مال دابا ها الجلود راه باقين فيه جلود، شتو ما بقاش حيدت لي الجلود كامل، يمكن قطع شي وحيدات قلالات. ولا ما نكثر عليكم بلا ما نبقى نبلبل عليكم، هذه هي الطريقه اللي تسهلوا على راسكم في رمضان وتنطلبوا على حاجه سهله وصافي. وبغيت نشارك معكم الحكاكه، شتو هاي عامره بالجلود، اي حكاكه هذه ولا اخرى ديال الميكا ديال البلاستيك ولا كل واش عندو. انا عندي هذه ديال تيحكوا فيها الفورماج ودرت هذه. وبلا ما نكثر عليكم تهلاو ليا في راسكم، ورمضان مبارك سعيد نقول لكم ديما، وتهلاو في راسكم وراس كبيره لكم كاملين، وبسلام عليكم وباي باي.